أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر والقول بأن النعيم يكون في القبر؟ نعم، يكون في القبر ويكون في الجنة، فهم أرواحهم تأتي للقبور وتذهب إلى الجنة ولا تنابي، والروح من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، فهي في الملأ الأعلى منعمة، وتتصل بالميت في قبره وتنال من النعيم في القبر. الروح أمرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا تدخل تحت تقديرنا وحسباننا. نعم.